مالك يا كابتن؟ قولي لي صحيح، تحب اندهلك كريمة ولا كريمان؟ حب حياة مين أكتر؟ بجد والله أنا مش بتمقلس عليك، أنا بتكلم بجد، لأنه أكيد في حاجة خليتك تهربي من حياة كريمان ومريحاكي في حياة كريمة. أنا كنت راضية بحياتي وساكتة، ما هربتش غير لما أنت أخدت نور عيني اللي أنا بشوف بيها، ومن ساعتها وأنا ماشية في الدنيا مش شايفة. هي إمتى إيمان قالت لك على ميعاد مجيئهم؟ بعت لها الفلوس هتحجز وتقولي. هو الرحلة بعيدة من هناك لهنا؟ أنا قلت لها يجوا بالطيارة أسرع، بس هي بتخاف منها ورفضها. هحاول أقنعها لما الفلوس توصل له. ودي يوصلوا بيها على طول؟ يعني كلها كم ساعة. أوروبا مش بعيدة أوي عن هنا. وإحنا ما سافرناش مع بعض قبل كده. مع إنك كنت وعدني وقت الخطوبة إن أنت هتلففني العالم كله. أصحيح، وإحنا تعرفنا على بعض إزاي؟ كان في بينك وبين بابا شغل. كنت في مرة بتوصله البيت وشفتني، ومن يوميها وانت بتحوم حوالين البيت لقيتني في مرة لوحدي، حاولت تتكلم معايا وعرضت عليا انك توصلني، وانا رفضت ونزلت مشوار، ولما رجعت لقيتك قاعد مع بابا جوه وبتطلب ايدي. وانتي قبلتي ولا باباكي غصبك؟ لا ما غصبنيش. يعني حبتين؟ لقيتك محترم وحنين. كل حاجة هترجع كويس، أو بلاش أقول هترجع، كل حاجة هتبقى كويسة لو بس تديني فرصة أعوضك عن كل اللي فات.